بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلبتنا الأعزاء طلبة المرحلة الخامسة فرع الميكانيك الأحيائي، وأهنئهم بهذا الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم. ورح أدي وياهم إن شاء الله الكورس الثاني بمادة النيوتريشن. أتمنى من الله العلي القدير أن أوفي هذه المادة وأن توصل لكم بكل سلاسة وكل فهم، وأن ماكو شيء صعب يكون عليكم، وأي صعوبة إن شاء الله إحنا نكون متواصلين على الجوجل كلاس روم وأني موجودة دائما معكم. إن شاء الله نبدي محاضرتنا لهذا اليوم. النيوتريشن هي التغذية، المغذيات. مادة النيوتريشن هي مادة أساسية for the human body in all people for all age in all season for both gender male and female for all lifespan. يعني مادة النيوتريشن أو التغذية أو المغذيات هو شيء أساسي لكل الناس، لكل الأعمار، في كل الفصول، للبول جندر يعني للأثنين الميل أو الفيميل، للأناث وللذكور. وراح نشوف شنو أهميتها وشنو فائدتها من كان الطفل في بطن أمه إلى حين after birth بعد الولادة، من بدء إنفان طفل رضيع إلى مرحلة childhood والadulthood، مرحلة المراهقة، مرحلة البلوغ، مرحلة ما وصل إلى old age يعني إلى كبر العمر. فكلها هذه النيوتريشن تكون هي داخلة في حياته. والآن نشوف إحنا بالنيرسري بالسكول أطفال من عمر 4 years فما فوق إنه يعرفون what is the healthy food and not healthy food. مو كل الفود هو نيوتريشن صحي أو healthy for the human body, but some of these food is side effect, cause side effect for the human body. راح نشوفها الآن وراح نشوف شنو تأثيرها باللايف سبان، وراح نشوف أيضا anatomy for the human body with this nutrition وعلى شنو تأثيراتها. لازم في البداية إنه نعرف شنو هي النيوتريشن. What is the nutrition?